وحتى بعض القضايا اللي اهتمنا بها مثل ما ذكرته من أوضاع الساكنة في ضواحي مراكش أو في مناطق أخرى يزيد وطد الهياكل ديالو المختلفة على امتداد التراب الوطني. لقاء اللي كيمكن كذلك من أننا نتوفر على جهاز جهوي قادر على مواكبة الأوضاع الجهوية على مختلف مستوى مختلف الجهات، لكن هي مناسبة من أجل أن نعبر سياسيا عن مواقفنا في كثير من القضايا، بداية التعابير المختلفة الموجودة اليوم في المجتمع والتي تعبر عن رفض، عن قلق بأشكال مختلفة، واللي في شأنها نعتبر أنه خير جواب هو إعطاء نفس آخر، نفس جديد للحركية الديمقراطية، وأننا نتمكن من أن العالم السياسي، العالم الحزبي، الفضاء الحزبي يتقوى ليكون قادر على احتواء واحتضان هذه التعابير بشكل إيجابي، لأنها على أي حال موجودة في المجتمع ويتعين التعامل معها. اليوم نحن نعتقد بأن هناك انتظارات قوية على مستوى مختلف الأقاليم ومختلف الجهات، والحزب الذي اختار موقع المعارضة يطمح إلى أن يكون له دور في إحداث حركية اجتماعية قوية قادرة على تحريك هذه الأوضاع وعلى الدفع بمسلسل التغيير إلى الأمام. هذا هي مقاربة عامة من أجل تحريك هذه الأوضاع. المعارضة لا تعني أن كل حاجة سنقول لها لا، المعارضة هي تتمين الموجود الإيجابي، لكن الوقوف بصرامة أمام كل انحرافات وكل ما لا يخدم الصالح العام وصالح المواطنات والمواطنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.